ابعدي عنا يا شريرة. واخيرا قدرت ان انا انتقم منكم يا ابطال يا خارقين. كل شويه تعملوا لي دوشه وتيجوا تؤذوني، انا بقى دلوقتي هقدر اطلع قوه الشر بتاعتي في اي مكان من غير ما الاقيكم بتزعجوني. انا دلوقتي همشي علشان اشوف شغلي. يا خبر ابيض يا ابطال يا خارقين، هنعمل ايه دلوقتي؟ ده حولتنا لاحصنه سحريه، دلوقتي هنعمل ايه واحنا كده؟ انا بفكر نروح للساحر الطيب، هو ساحر برضو زيها ممكن يرجعنا تاني. طيب يلا بينا بسرعه، يلا بينا. كبيرة ديت، حد يلحقني. ايه ده؟ يا خبر يا خبر، ده الساحر الطيب مقلوب اهو في الحفرة. طيب هنعمل معاه ايه؟ يلا 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 نساعده ونطلعه بره الحفرة. هيلا هوبا. الحمد لله انكم جيتوا في الوقت المناسب يا احسنة، بس انتوا مين؟ احنا الابطال الخارقين، بس اتحولنا لاحصنة سحرية. الساحرة الشريرة هي اللي حولتنا كده، واحنا علشان كده جايين لك علشان ترجعنا تاني زي ما كنا. والله دي مسألة صعبة جدا جدا، انا هحاول معاكم بقدر الامكان ان انا ارجعكم. استنوا كده، هستخدم القوة اللي عندي. عبرة كدبرة. احنا ما تحولناش ليه يا ساحر يا طيب؟ مش عارف. طب استنى هجرب تاني. عبرة كدبرة. شكل مفيش امل يا ساحر يا طيب، انا للأسف مش عارف احولكم وارجعكم، بس انا هقولكم على حل. انتوا ممكن تروحوا للقرد الحكيم، القرد الحكيم عنده وصفات طبية ممكن تساعدكم ترجعوا تاني. يلا بينا يا بطل يا خارقين على القرد الحكيم، نروح له بسرعة. يا قرد يا حكيم، يا قرد يا حكيم، الحقنا يا قرد يا حكيم. في ايه؟ مالكم؟ في ايه؟ فهموني. احنا يا سيدي الابطال الخارقين، والساحرة الشريرة حولتنا لحصنة زي ما انت شايف، والسحر بتاعها قوي جدا. الساحر الطيب مقدرش يرجعنا فقال لنا نجيلك. انت عندك حل لينا؟ دي مشكلة صعبة جدا جدا، يعني الساحر الطيب مقدرش يرجعكم. طيب انا هقول لكم على حاجة، انا عندي اعشاب، خدوا كلوها وجربوها. ادهلنا بسرعة يا قرد يا حكيم، بسرعة. اهي الخلطة اهي، لسه عاملها بالاعشاب دي، يلا كلوها وجربوها. اديني هجرب فيكم. يا خبر ابيض، واحنا ناقصين تجارب؟ نتحول المره الجايه لقرود بقى زيك يا قرد يا حكيم. يا عم يلا نجرب وخلاص، يعني هيحصل لنا ايه اكتر من اللي احنا فيه ده؟ هم 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 هم. يعني ما حصل لناش حاجه ولا حاجه، ولا تحولنا وزي ما احنا. كده الموضوع كبير جدا. بصوا بقى، انا هقول لكم على حل، وان شاء الله يبقى هو الحل النهائي. قول بسرعه يا قرد يا حكيم، مستنى ايه؟ سايبنا لما بطننا خلاص وجعتنا من الخلطه بتاعتك دي. اسمع يا سيدي انت، وهو العشبه دي موجوده في اعالي الجبال، واسمها عشبه البطيخ الاقرع. البطيخ الاقرع؟ طب ما اروح اجيب لي بطيخ اقرع واكلها احسن. لا 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 لا، العشبة دي لازم تاكلوها، مش بطيخة قرعة، لا العشبة نفسها. طيب ماشي، احنا هنروح هناك وهنسأل، نلاقيها بقى عند مين؟ هتروحوا هناك هتسألوا على الدب، هو اللي هيدلكم على طريقها. ماشي يا قرد يا حكيم، يلا بسرعة يا ابطال يا خارقين، ندور على البطيخة القرعة دي، يلا بينا. كده مشينا كتير جدا يا ابطال يا خارقين، تفتكروا هنلاقي الدب ده فين؟ هنلاقيه فين؟ اهو انا شايفه قاعد هناك اهو، يلا بينا نروح له.
الدب نايم في العسل. يا دب يا دب اصحى يا دب. ده مين اللي جاي يصحيني وبينادي عليا كده بصوت عالي؟ مين؟ احنا يا دب، احنا الابطال الخارقين. انا مش شايف قدامي ابطال خارقين ولا حاجة. انتوا احسنة، انتوا عايزين مني ايه؟ احنا كنا ابطال خارقين، بس الساحرة الشريرة هي اللي حولتنا كده، والقرد الحكيم قال لنا ان عشبة البطيخة القرعة هي اللي هترجعنا تاني، وقال لنا انها عندك. انت عندك عشبة البطيخة القرعة دي؟ يا خبر، حالتكو صعبة جدا، بس للأسف العشبة الفيل فلافلو جه اشتراها مني الأسبوع اللي فات كلها، واحتمال كمان يكون زرعها دلوقتي. يعني هنعمل ايه؟ هنفضل زي ما احنا كده؟ لا، انا بقول احتمال يكون زرعها واحتمال ما يكونش لسه زرعها. انتوا بقى دلوقتي تروحوا للفيل فلافلو جري تلحقوه وتاخدوها منه. ماشي يا دب، يلا بينا يا ابطال يا خارقين نلحق الفيل فلفول بسرعه. يا حظك المنايل يا فلافيلو، البطيخ كله طلع اقرع. ده انا زرع ارض كبيره، كل البطيخ اقرع يا فلافيلو. انت يا عم فلافيلو اللي عندك البطيخة القرعة؟ وانا اتشهرت قوي كده، البطيخ بتاعي يا اخويا طلع كله اقرع. طيب ما عندكش عشبة البطيخة القرعة؟ ما زرعتهاش ولا حاجة؟ ما تاخد يا اخويا بطيخ، ما البطيخ القرعة كتير اهوت. لا، احنا مش عاوزين البطيخ الاقرع، احنا عايزين العشبة اللي فيها بطيخة قرع. انت زرعت كل الاعشاب؟ للأسف لسه في شوية جوه عينهم، كنت عينهم لسه نجاية ازرعهم، بس خلاص ده انا هروح اديهم للدب واكسر له دماغه علشان ضحك عليا واداني كل الاعشاب بطيخة قرع. خلاص خلاص ما تزعلش، هات الاعشاب دي واحنا نديك الفلوس اللي انت عاوزها، بس احنا عايزينها بس علشان نتحول تاني ابطال خارقين. ايه ده، هو انتم الابطال الخارقين؟ طيب تعالوا معايا، طالما هتدوني فلوس البطيخ مش هخسر يعني في الزرع ولا حاجة اللي انا زرعته. تعالوا معايا انا هديكم الاعشاب، تعالوا. اتفضلوا الاعشاب بتاعت البطيخة القرعة، كلوها يلا علشان تتحولوا. هم 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 هم. الحمد لله رجعنا ابطال خارقين زي ما كنا. اتفضل بقى يا فيل فلافيلو، الفلوس اهيت علشان انت تستاهل.